أخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا مع أطفال هذه القرية من نبت صالح، وهم جميعا على رؤوسنا داعين الله عز وجل أن يبارك في أطفالها وشبابها ورجالها ونسائها. والآن مع حديث للطفل مروان السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ما الآن وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، فإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن أيعييني رغيف عيش أصرفه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كني محبا. أخوة الإسلام والإيمان، بارك الله في أبنائكم وبارك لكم وبارك عليكم، داعين الله عز وجل أن يجعل بيوت المسلمين كهؤلاء. أخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في نقل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الشيخ بحر بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث نكرم حفظة سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت في سيرته صلى الله عليه وسلم آيات وعظات، فلقد كان صلى الله عليه وسلم لقد اختار صلى الله عليه وسلم دليلا مشركا له في الطريق، في طريقه إلى الهجرة، في طريقه لنصرة الدعوة. لذلك كان مصير الدعوة بأكملها في يد مشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لخبرته وحكمته وعلمه. لذلك كانت رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نعلم أبناءنا كي يصبحوا أصحاب خبرات ومهارات، كي يكون لديهم علما نافعا. لذلك يقول القائل: الحق أيلج للصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والقبط إلا أمة واحدة تروم براما نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متجاورين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جاء
جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حقهم كونوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. أخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في هذه الأمسية الدينية، ومع ختام هذه الأمسية نستمع إلى ابتهال من الأستاذ الشيخ محمد رجب. لذلك نقول: يا بائعا في أرض طيبة عنبرا، بجوار أحمد لا تبيع العنبرا، إن الصلاة على الحبيب وآله يجدو بها من شاء أن يتعترا. صلوا على خير البرية تنعموا، صلوا عليه وسلموا تسليما.